في بقى واحد خبير اكتشاف مواهب، بيكتشف الموهبة وبعدها بكام سنة تلاقي الموهبة دي فعلا ضربت، فتلاقي له بوست من 5 6 سنين وهو بيتكلم على الموهبة اللي محدش كان شافها دي، رغم ان هي مش شغلانته، لكن هو غاوي غاوي الحاجات دي، هو محامي. اعتقد ايوه انا عارفه، عبد الحميد ايوه صح؟ المحمودي محمودي معانا بالظبط. على الهوا دلوقتي عبر زوم. عبد الحميد اهلا بيك، منورنا، وتحياتي انا وامير عبد الحليم. تحياتي ليك وللاستاذ امير طبعا، ويعني مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. انت منورنا، بس احكي لنا ايه قصة انك محامي بس غاوي حاجة مختلفة تماما دي، يعني ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل ان انا يعني من زمان غاوي القصه، وغاوي ان انا اقعد اعمل لنفسي اتابع لعيبه واعمل لنفسي قواعد بيانات، مثلا ان انا اتابع اللعيبه الفلانيه دي ومسار تطورهم يكون عامل ازاي. وفي 2000 بدانا بقى نكتب على الفيسبوك وبتاع، وبعدين في 2018 عملت بيج، فبدانا نعمل فيها نحط فيها المواهب الصغيره بقى. كل شوية البيدج اللي طبعا المواهب اللي بتتكتب، البيدج بعديها بسنتين ثلاثة بتلاقي العيد يطلع ده البيدج كان كاتب عنه من الوقت الفلاني، ده هالاند احنا كنا كاتبين عنه وهو موجود في بلده، ده ديانج احنا كاتبين عنه من وقت ما راح المولودية، ده لعيب مثلا زي محمد شريف، لعيب زي كريم فؤاد، لعيب زي حتى امام وامام عاشور اللي راح ميتلاند، زيزو، حاجات كتير يعني. بتقيموهم بالأرقام والإحصائيات ولا بالعين وانتوا بتتفرجوا؟ والله هو الموضوع كده كده محتاج ان انت تكون عندك القدرة دي، عندك الموهبة دي، وفي نفس الوقت بيحتاج ان انت تكون عندك فكرة بقى ان انت تخش على الطريق بتاع الدراسة، بتاع ان انت تعرف ان ازاي السكاوت بيشتغل، ازاي ان انت تلاحظ، ازاي ان انت تلاحظ الموهبة، ازاي ان انت تريبيت، ان انت تكرر شوفتك للعيب، وان انت تاخد القرار ان اللعيب ده يستاهل ان انت تركز تقول عليه معاه. لعيب موهوب يعني. متابع بطولة أفريقيا للمحليين؟ متابع بطولة أفريقيا المحليين؟ أه مين أكتر لعيبة لفتت نظرك في البطولة؟ والله بص، الـ الأكاديميات في أفريقيا اللي هي الأكاديميات الشهيرة زي أسك وزي هارتس فوك وزي جنراسيون فوت مقدمة لعيبة كويسة في البطولة. لفت نظري زين الدين بلعيد المدافع بتاع الجزائر، لعيب ملغية العاصمة. لفت نظري لعيب اسمه سانكارا، لعيب بيلعب في كوت ديفوار، في منتخب كوت ديفوار، بيلعب في فريق اسك. ولفت نظري لعيب صغير اسمه واترو، باتريك واترو. باتريك واترو ده بيلعب في فريق صغير في كوت ديفوار، ولكن اللعيب ده بعد ما يكمل ال 18 سنه هو رايح بالفعل عمل اختبارات في فرنسا، واوريدي هو رايح فرنسا. وطبعا ديبو الاستاذ امير كان بيتكلم عنه من شويه، ده طبعا من اللعيبه اللي انا كنت حاطط عيني عليها في البطوله. وفي لعيب طبعا في الكاميرون اسمه ايبونج، ده برضو من اللعيبه الكويسه قوي، لعيب نص ملعب هايل يعني. هل حصل وفي انك رشحت لاعبين بعينيك وتابعتهم لأي أندية؟ احيانا بيتواصل معانا وكلاء، وبيتواصل معانا ناس مسؤولين في انديه سواء في مصر او بره مصر، واحيانا برشح طبعا لعيبه، والانديه موجوده في مصر يعني. الموضوع مكلف؟ الموضوع بالنسبة لي أنا مش مكلف، لأن أنا يعني أنا عندي الشغف وشوية يعني أخدت كورسات ويعني دخلت في المجال بشكل ما يعني. فالموضوع بالنسبة لي، هو القصة كلها في أفريقيا إن الداتا مش كتير قوي، فممكن تبقى مثلا صح متارجت لعيبة وما تعرفش توصل للداتا دي، صح إنما هو الموضوع بشكله الاحترافي أو ممكن يبقى مكلف شوية طبعا. طيب بالنسبة للأندية نفسها، على فكرة إن هم يبقى عندهم سكاوتينج وإن هم يبقوا بيدوروا ويسافروا وموجودين في دول مختلفة سواء داخل القارة أو خارجها، مش منتشر قوي لسه صح؟ كان لا مش منتشر، ما منتشر قوي، بقاش منتشر. لا يعني هو الموضوع ده طبعا هي ام القصه دي كلها هي اوروبا، فاوروبا هي اللي في كل نادي فيها تلاقي السكاوتنج سيستم اللي هو بنسخته الاحترافيه الكامله. بس الموضوع في افريقيا ممكن واخد يعني نواحي تانية شويه يعني. مثلا انا بقول على الجماعه في الجزائر ان هم من الناس اللي عينها موهوبين في رؤيه المواهب، عندهم ناس موهوبه في رؤيه المواهب اللي عندهم قبل اللي بره، فبتلاقي دايما عندهم الناس اللي تحت والرديف والكلام ده بيطلع من عندهم ناس كويسه، لان عندهم العين كويسه وسباقه وبيدوا الفرص بتسكاوت حد في مصر انت دلوقتي صغير كتير. ونكتشف مين؟ قول لنا اسمين كده ممكن خلال 3 سنين نشوفهم نجوم.
لا يعني هو حاليا ممكن مثلا تبص على اللعيبه السنه دي في مصر، في حاجه كويسه قوي للفرق، في جابت حاجات من بره او جابت لعيبه افارقه من بره تجرب فيهم، لعيبه كويسه قوي. انت كنت بتتكلم من شويه على لعيب 2005 مع الاستاذ صابر، ايكينج في لعيب ديونج. اسمه جابرييل اوروك، ده من وقت ما كان لسه بادئ بيحط رجليه واحنا يعني بنتكلم عنه. في لعيب في اسوان اسمه رافائيل ياجو، برضه من لاعب اللعيبه الديفندر. الكويسه. في لعيب في المقاولين معار ليهم من بيراميدز اسمه احمد، تقريبا احمد صابر، ليه اسم شهره كده مش عارف، قطه تقريبا او حاجه. ايوه مظبوط صح. طيب عبد الحميد، ف انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. اللعيب اللي بيلفت نظرك في كاس امم افريقيا للمحليين بيبقى جاهز ان هو يجي على طول يلعب في مستوى الاهلي والزمالك حتى لو هو صغير في السن؟ والله بص، انا بفضل، انا في لعيبه افريقيا، بس في لعيبه معينه، لا في لعيبه معينه فلتات، بس انا بفضل دايما اللعيب المرحله الانتقاليه بتاعته مثلا تبقى في شمال افريقيا. يعني اللعيب اللي جاي من افريقيا صغير ده انت ممكن تجيبه مثلا وتحطه في فريق في شمال افريقيا، الدوريات عندهم دوريات كويسه بس الدوريات اهدى شويه ودوريات تخليك تطور الموهبه. في وقت ما تيجي عندك هيلعب عندك، يعني مش هياخد وقت معاك للتأقلم او الكلام ده، لان انت ما عندكش في مصر رفاهية ان انت تسيبه يتأقلم، لا مش هتلاقيه. هتلاقيه ما وصلش للمرحلة اللي انت عايزها. ايوه مظبوط. لعيب بيبقى جاي من افريقيا محتاج وقت بس للتأقلم والتطوير، ده بيحصل في دوريات شمال افريقيا كلها. بشكرك جدا عبد الحميد المحمودي، ويعني جود جوب اللي انتوا عاملينها، وبالتوفيق دايما، ونورتنا وشرفتنا. كنت مبسوط معاك جدا، ده نورك، اتشرفت احنا اتشرفت كمان كتير. اتبسطنا شكرا يا عبد بوجودك. الحميد. شكرا امير.